لن تصدق كيف تلقى صدام حسين نبأ مقتل عدي وقصي. 13 عاما مرت على سقوط العراق واعتقال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ومقتل نجليه عدي وقصي. عادت أسرة صدام حسين إلى الأضواء من جديد، وذلك بعدما نشرت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل رسائلا خاصة بوالدها. وكان من بين الرسائل التي نشرتها رغد صدام حسين واحدة تخص والدها، بعث بها من داخل المعتقل أيام اعتقاله عقب الغزو الأمريكي. وكتبت رغد في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نص هذه الرسالة التي تنشر لأول مرة، وحوت تعليق صدام على مقتل أبنائه عدي وقصي وحفيده مصطفى. وجاء في التغريدة التي نشرتها ابنة الرئيس العراقي الراحل كلمات قالت إنه تعليق الوالد في المعتقل عام 2006: ننسى أرواحنا ولا ننسى شعبنا والأمة، فهما في العيون ونحن لهما رماح. أي عراقي مهما كان رأينا فيه، إذا كان موقفه قبل الانتصار ولو ساعة واحدة موقفا وطنيا، فهو منا ونحن منه. وعبرت رغد عن دعمها للتظاهرات الحالية في العراق، ونشرت الخميس الماضي مقطع فيديو لاستهداف أحد المحتجين خلال التظاهرات الدموية المطالبة بإقالة الحكومة العراقية. قالت إنه يمثل اختراقا لحقوق الإنسان وإساءة للناس. وكانت رغد قد دعمت التظاهرات الحالية قائلة: معكم كل العراق أيها الأبطال الصناديد، رحم الله شهداءنا، ها أنتم تسطرون ملاحم البطولة كما عهدناكم. مضيفة: أنتم نسل أبطال القادسية أهل العراق، شيعة وسنة وأكرادا في الناصرية والكوت العمارة البصرة وديالي وبغداد وكل ضواحيها وكل العراق بإذن الله.